يحملون الجزائر في قلوبهم رغم بعدهم عنها آلاف الكيلومترات مسافة وأكثر من قرن ونصف بالزمن، ومع وطنهم يحملون دينهم وعاداتهم وتقاليدهم. إنهم أحفاد المقاومين الجزائريين الذين نفتهم فرنسا إلى المستعمرات البعيدة وشتتتهم حول العالم، لكنها عجزت عن هزيمتهم. منفيو كاليدونيا، ما هي قصتهم؟ ولماذا نفاهم الفرنسيون بعيداً عن بلادهم؟ وهل سينجح أحفادهم بالعودة إلى البلاد التي حرموا منها؟ حكاية جرح مفتوح منذ أكثر من قرن نستعرضها لكم، لكن لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. جرح فرنسا الظالم. غويانا على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية، كالدونيا جنوب غرب المحيط الهادئ، أضنا الساحل الشمالي الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مناطق متفرقة متباعدة جدا. كلمة السر التي تجمعها جميعا معا هي الجزائر، فهي ثلاث مدن تشكل الجهات الأشهر التي نفى إليها الاحتلال الفرنسي المقاومين الجزائريين أثناء احتلاله للجزائر. فما هو حال هؤلاء اليوم؟ لا يهم من تقابل منهم أو في أي مدينة من مدن المنفى تجدهم، لأن ما ستسمعه من أحدهم سيكون كلاماً بلسان حال الجميع. فهم أحفاد المقاومين الجزائريين الذين بدأت قصتهم في مرحلة الاستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر، والذين يعيشون في منافيهم ألماً صامتاً يزداد يوماً بعد يوم، إذ كان النفي والإبعاد أبرز الوسائل العقابية التي اعتمدتها فرنسا للحفاظ على نفوذها في بلد المليون شهيد، وكانت تعد ضمن وسائل عقابية أخرى مثل الإعدام وغيرها. اختارها المحتل آنذاك لأنه اعتبرها أشد من عقوبة الإعدام، حيث إن الفرنسيين كانوا يرون أنهم يضربون بها عصفورين بحجر واحد. فمن جهة يتخلصون من المقاومين بإبعادهم وإخلاء الساحة لهم، ومن جهة أخرى يخوفون بهم الأهالي ويرهبونهم ويهددونهم بهم، فيضمنون أنهم لن يثيروا المشاكل ضدهم. لذلك عمل الفرنسيون على تشريد المقاومين ونفوهم إلى أماكن بعيدة ونائية للتخلص من خطرهم الذي شعرت القوات الاستعمارية أنه يهدد وجودها في الجزائر. أيضاً اعتقد هؤلاء أنهم بتقليل عدد المقاومين في البلد المستعمر فإن ذلك سيخفف روح المقاومة هناك وسيضعف الروح الوطنية التي انتشرت وعجز المستعمر عن الحد منها أو إيقاف تمددها. لذلك جاء النفي كسياسة فكر الفرنسيون أنها ستكون الأجدى، فقاموا بترحيل المقاومين الجزائريين إلى مستعمرات عقابية وصفت بأنها الأشد فتكاً. وكانت مناطق المنافي المختارة متعددة، أشهرها غويانا الفرنسية وكاليدونيا الجديدة وكذلك أضنة في تركيا، لتبدأ من تلك المنافي الظالمة معاناة عمرها اليوم أكثر من قرن. إليكم تفاصيلها. الألم الصامت. لم تكن الأوضاع في أي من المنافي بأحسن من بعضها، حيث ذاق الجزائريون في تلك البقاع من العذاب الكثير في أوضاع صحية متدهورة وعذاب بشتى الأنواع، عدا عن سنين من الأشغال الشاقة. وأتعبتهم سياسة النفي والإبعاد التي لم تتوقف آثارها وتبعاتها عندهم أبداً، بل على العكس، إذ عاشها أبناؤهم ومن بعدهم أحفادهم وما يزالون يعيشونها حتى اليوم. أمل لا ينتهي. رغم مرور أكثر من قرن على مأساتهم ومحنتهم، إلا أن أحفاد هؤلاء المنفيين لم يفقدوا الأمل قط، حيث إن السلطات الجزائرية تتلقى حتى اليوم طلبات الحصول على الجنسية من المئات من أحفاد هؤلاء الجزائريين الذين رحلتهم السلطات الاستعمارية الفرنسية قسرا خلال القرن التاسع عشر. ويصل عدد هؤلاء اليوم في كاليدونيا فقط 50,000، ويعرف هؤلاء في كتب التاريخ باسم منفيو كاليدونيا، المدينة التي تبعد عن بلدهم الأصلي
22 ألف كيلومتر تقريباً. بدأت أولى موجات التهجير بعد انتفاضة وقعت عام 1871 بمنطقة سوق أهراس شرق الجزائر، والتي اشتعلت رفضاً لقرار وزير الحربية الفرنسي آنذاك بتجنيد الشباب الجزائري في صفوف الفرنسيين في حربهم ضد روسيا. اليوم أسس أحفاد هؤلاء في منافيهم جمعيات تطالب بإعادتهم إلى بلادهم، مثل جمعية منفيي عصيان 1871 التي يطالب أعضاؤها بالاعتراف بجزائرية أحفاد المنفيين الذين يعيشون في كاليدونيا الجديدة، والذين يجددون مطالبهم للحكومة الجزائرية مع كل احتفال بعيد الاستقلال الجزائري. أما السلطات الجزائرية فتؤكد في ردودها أنها مهتمة بطلب الاعتراف بأحفاد المرحلين كجزائريين كاملي الحقوق، وأنها لا تجد أي مانع في ذلك أبداً، لكنه بحاجة إلى ترتيبات محددة. كاليدونيا وغيرها من المستعمرات العقابية الفرنسية تضم نوعين من المهجرين أو المنفيين كما تسميهم كتب التاريخ. النوع الأول يضم أحفاداً لمناضلين سياسيين وثائرين ضد الاستعمار اعتقلتهم قوات الاحتلال الفرنسية منفردين أو مع أسرهم وهجرتهم. أما النوع الثاني فيتضمن سجناء أدانهم القضاء بأحكام بالسجن بسبب سرقات واعتداءات ضد مستعمرين فرنسيين بحسب الأحكام التي أقرها القضاء الفرنسي آنذاك. وقد خلدت كتب وأبحاث كثيرة حكايا هؤلاء، وتحدثت عن تفاصيل قصة الترحيل القسري للجزائريين. روت إحداها أن أكثر من 300 ألف جزائري تم ترحيلهم إلى مناطق بعيدة من العالم، وهذا منذ بداية الغزو عام 1830. ومما يجمع كتب التاريخ التي أرخت قصة المنفيين الجزائريين أنها جميعها مثل أحفاد أبطال هذه الروايات تماماً تشجب الصمت الرسمي حيال قضية المنفيين الجزائريين، وترى أن السلطات اليوم لم تعطها حقها، وأن الأضواء لم تركز عليها كما تستحق. وبعيداً عن الكتب يبرز الفن ليخلد حكاية هؤلاء، ومن أبرز ما جاء في الفن أغنية جزائرية عريقة تعد من أشهر أغنيات التراث الجزائري، اسمها يا المنفي، وكلماتها على لسان شاب منفي يطالب والدته بعدم البكاء والحزن عليه بعد نفيه. ومن كلماتها: قولي لأمي ما تبكيش يا المنفي، ولدك ربي ما يخليش يا المنفي. وبإمكانكم مشاهدة قصة هذه الأغنية كاملة على قناة ستيب فيديوغراف ضمن قائمة تشغيل قصة أغنية. فما رأيكم بحكاية هؤلاء المنفيين ومأساتهم؟ وهل سمعتم بها من قبل؟